بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي مشاهدي قناه النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي في كل مكان، اهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في حلقه جديده من الابطال. حلقتنا النهارده زي ما تعودنا بتبقى جزئين، الجزء الاول مجموعه من الاخبار اللي حصلت على الساحه الرياضيه في الالعاب الاخرى داخل جدران النادي الاهلي محليا وايضا عالميا، والجزء الثاني بيبقى معانا بطل ضيف قصه. قصتنا النهارده او بطلنا النهارده ليه علاقه بكره اليد، حراسه المرمى في كره اليد او حراسة مرمى كرة اليد في النادي الأهلي عاملة عظمة. يعني إيه؟ يعني مخرجة مجموعة من حراس المرمى مش بس محليا متميزين، لأ وأيضا عالمية، مش أبهرت بس الساحة الرياضية في مصر ولكن أيضا في أوروبا كمان شايفين الموضوع ده. هنقول لكم إزاي وهنفصل لكم القصة، بس أكيد ورا الإنجاز ده شخص ما. ما هو مش معقول الموضوع هيجي فجأة أن أنت عندك ثلاث حراس مرمى عالميين مطلوبين في كل بلاد أوروبا بالصدفة، مستحيل، ده مش صدفة. يعني وراء القصة دي مدرب حراس المرمى في الدرجة الأولى، وطبعا مدربين الناشئين ساهموا بشكل كبير في هذا الموضوع، ما هي منظومة كاملة، ولكن اللي بيستلم اللعيب في الدرجة الأولى مدرب حراس المرمى، واللي الحقيقة بيفضل شغال مع اللعيبة دي أو الحراس دي سنين طويلة عشان يوصلهم للمستوى ده سواء محليا أو عالميا مع المنتخبات ومع النادي الأهلي. هيكون معانا الكابتن محي صلاح مدرب حراس المرمى في النادي الاهلي، عايزين نتكلم معاه ونعرف الحقيقه. بس بسرعه كده، احنا عندنا ثلاث حراس مرمى في النادي الاهلي، عندنا محمد عصام الطيار، عندنا عبد الرحمن طه، وعبد الرحمن حميد. ثلاث حراس مرمى، وانت مغمض عينك كده تختار اي واحد منهم تاخده المنتخب مصر. طيب لا، ده احنا مش كده بس، عندنا عبد الرحمن حميد احترف في نادي بيسلا بلوك ويعني اعارته سنه، وده من اقوى ست شهور، يعني نقول سنة موسم رياضي، يعني ست شهور، ده من أقوى الفرق في أوروبا وعامل معانا نتائج جامدة جدا، وهنقول وهنفسر الكلام ده طبعا مع ضيفنا الكابتن محي صلاح في النص الثاني، لأن احنا الحقيقة نفخر كأهلوية باللي بيحققوا حراسة المرمى في النادي الأهلي. بقول لكم والله وأنت مغمض، أي مدير فني منتخب بيجي هو أي واحد من الثلاثة، حتى اللي ما راحش كأس العالم اللي فات برضه يستحق يروح من النادي الاهلي، وجاهز وستاند باي وعلى مستوى عالي. حتى لما طلعنا الاحتراف بره او طلع الاعاره بره عبد الرحمن حميد ما تاثرش حراسه المرمى، لسه عندنا اثنين من اكفى واحسن حراس المرمى، هنتكلم كويس قوي، هيبقى عندنا لقطات ونعرف القصه بتمشي ازاي جوه النادي الاهلي، لان الحقيقه تجربه فريده محتاجين نحط عليها الضوء. هنروح لاخبارنا، وزي ما تعودنا بناخد اخبارنا جوه النادي الاهلي الاول، وبتبقى معانا كره اليد في الطليعة. عندنا طبعا في كرة اليد الكابتن طارق محروس والفريق الأول، مدير فني طبعا الفريق الأول لكرة اليد، بيستعد لأصحاب الجهاد في كأس مصر. يمكن طبعا بعد ما البطولة اتأجلت اللي فاتت بقى في وقت إنه يحصل نلعب كأس مصر في دور ال 16، هيتلعب الساعة 4 العصر يوم الجمعة الجاية على سايت القوات المسلحة بالإسكندرية. الماتش هيتلعب في التوقيت ده بعد ما اللجنة طبعا أجلت الماتشين، وهنلينا كلام في الموضوع ده، بس نخلص الخبر إنه طبعا كان في مواجهتين من السنة اللي فاتت تم تأجيلهم لحين البت في مركز تسوية التحكيم الرياضي في أمرهم. فريقنا بتحتل المركز الثاني في ترتيب العام لحد دلوقتي برصيد 31 نقطة، وهو نفس رصيد نادي الزمالك واللي موجود في الصدارة بفضل المواجهات المباشرة. وبشكل كبير جدا يعني لقاء الأهلي والزمالك اللي هو تقريبا 6/5، آخر ماتش في الدوري الرسمي هيكون تقريبا 6 مايو على ما أتذكر، لو أنا بقول حاجة غلط يا جماعة صححوا لي، 6/5 الماتش ده هيبقى هو اللي هيحدد بشكل كبير بطل الدوري لو لم تتعثر اي فرقه في النص. وبرضه حتى لو تعثرت فرقه في النص الماتش ده اللي هيخلص برضه، لان هيبقى فرق نقطه، برضه لو كسبت يبقى في ماتش فيصل. يعني قصدي اقول لك انه الماتش ده هو اللي هيحسم بشكل كبير، لانه اخر ماتش في الدوري هيبقى نهايه الدوري. فطبعا كابتن طارق محروس اكيد بيستعد والرجاله بيستعدوا للمباراه دي، لانه الحقيقه هم باذلين مجهود كبير جدا، واحنا واقفين في ظهرهم بشكل جامد، لان احنا عارفين قد ايه المجهود اللي بيبذل في الفرقه دي. والحمد لله الفرقه مكتمله، كان عندنا محسن رمضان اتصاب في الماتش الاخير، بس هو هيبقى جاهز للماتش، هيلعب بقى هيتمرن بكره ويبقى جاهز لدور ال 16 مع اصحاب الجيه. طيب هنروح لكره اليد سيدات، طبعا بيأدوا اداء رائع، كسبنا الشمس بنتيجه 30 26، وكان الماتش بيتلعب في صاله نادي الشمس بمصر الجديده. وبالفوز ده فرقتنا عندها 95 نقطة بعد ما فزنا 31 ماتش وتعادلنا في ماتش واحد مع الزمالك. احنا كده ضمننا الصعود لطبعا دوري السوبر، هيكون معانا سبورتنج والشمس الماتش او المركز الرابع لم يحدد بعد، يعني مستنيين نتائج المرتبط 2004 عشان يتحدد مين الفرقة الرابعة اللي هتلحق بقطار السوبر. بين الطيران
ونادي الزمالك المركز الرابع. فرقتنا في الدور النهائي هتبقى متصدره ترتيب برضو، لان طبعا هي طالعه اول، فهتبقى ماتشاتها الحمد لله بشكل تدريجي، وهتتلعب النهائيات على شكل دورتين مجمعتين. كاميرا الابطال كانت موجوده في ماتش سموحه واللي اتلعب امبارح على صالتنا، وفزنا 39-23. طبعا المكسب النهارده، فاضل لنا ماتش في الدور الثاني ان شاء الله بكره مع فريق الشمس الساعه 8 في صاله الشمس ان شاء الله، وان شاء الله بمكسب نكون احنا هنا الدور الاول والثاني الثاني بالهزيمه ان شاء الله. وبحيي طبعا الفريق على مجهوده النهارده، الحمد لله حصل روتيشن بين اللعيبه وكل اللعيبه لعبت، وكان ماتش كويس الحمد لله. احنا كده كده صعدنا اول في اول مجموعه الحمد لله، بس احنا عندنا الاهلي حاضرين عادة نفسنا انا والبنات ان احنا ان شاء الله نكمل الموسم ان شاء الله بدون ولا هزيمه، واحنا عندنا ماتش بكره حافز، ويكون عندنا ثقه كمان ان احنا نكسبه كمان عشان نوصل دورهم مجمعه كمان، واحنا كاسبين كل الفرق، وادينا حافز كمان احنا نلعب الشمس كمان لسه مرتين وكمان مره في بطوله القاهره، فادينا حافز ان احنا نكون راكبين عليهم باللغه الدارجه في الهاندبول يعني ان احنا كاسبينهم. والله الحمد لله النهارده فرقه سموحه فرقه كويسه، فرقه بتنافس برده تطلع، عندها امل ان هي تطلع من الاربعه الاوائل اللي هم هيلعبوا دورتين مجمعتين ان شاء الله هتتحدد في شهر 4 وكده. فريق كويس، فريق محترم، يعني احنا السنه دي قلنا ان احنا ان شاء الله احنا حسمنا اول بطوله، فاضل لنا بطولتين ان شاء الله. بطوله الدوري دي بطوله مهمه قوي بالنسبه لنا ان شاء الله، عندنا بكره مباراه برده مع الشمس في نادي الشمس على ملعبه، مباراه قويه برده ان شاء الله، ما تقبلش القسم على الاثنين، احنا عايزين نطلع اول مرتاح زي ما بيقولوا عشان نطلع المجمعتين يعني مش مغلوبين وكده. فماتش ان شاء الله مهم ان نقدر ان شاء الله نحسم بيه نبقى على قمه الدوري ان شاء الله. احنا بنتمرن وحاطين هدف كبير قوي ان احنا نكسب الثلاث بطولات عشان نرجع تاني ثقه النادي الاهلي فينا والجمهور، واحنا كمان نرجع الثقه في نفسنا. احنا كان عندنا دروب السنه اللي فاتت، وده واخدينه حافز لينا ان احنا ان شاء الله نكسب السنه دي، وتبقى حاجه يعني موتيفيشن للي جاي ان شاء الله. فمش بس بنتمرن كويس قوي وكابتن يحيى بيساعدنا نعمل ده، احنا كمان عندنا الروح ان احنا الحمد لله نكسب ونفضل يعني مثبتين الجول بتاعنا. طبعا مباراه النهارده مع سموحه فرقه كويسه، ما نقدرش نقول عليها فرقه ضعيفه. طبعا المكسب ده ادينا حافز لبكره، بكره ان شاء الله اخر مباراه في الدور التمهيدي بتاع الدوري، كده ان شاء الله احنا كده نطلع اول مجموعه، وبعد كده المفروض بياخدوا اول اربع فرق، لسه ما تحددش قوي مين اول اربعه، بس احنا كده كده اول مجموعه الحمد لله، ويلعبوا دوري مع بعض ذهاب وعوده وان شاء الله نكسب الدوري. تفكر حضراتكم ان الفريق ده منذ ايام فاز بكاس مصر بعد ما تغلب على نادي الزمالك، والفريق ده عنده بطولتين، عنده بطوله كاس مصر خلصت الحمد لله توج بيها، وفي بطوله السوبر، يعني الدور اللي رايح جاي ده بياخدوا اربع فرق يلعبوا السوبر. طبعا بطوله المنطقه بتحسب، بس انا بتكلم على البطولتين الكبار، في بطوله المنطقه كمان ثالثه ليهم، ولكن بطولتين الكبار بطوله الدوري بياخدوا اول اربعه، وزي ما قلت لحضراتكم تاني اهلي سبورتنج سموحه، اهلي سبورتنج شمس الرابع هيتحدد. بعد ما تحدد الاربع فرق هيعملوا دورتين مجمعتين، بس اللي هيساعدنا في ده او اللي هيبقى عندنا اولويه ان احنا ماتشاتنا تبقى متدرجه في الدوره المجمعه، تلعب الرابع الثالث الثاني في الدورتين المجمعتين، يعني الترتيب ده هيفرق معانا في التاهل طبعا، وتاني حاجه في ترتيب المباريات. كل التوفيق لكابتن يحيى يوسف واللاعبات. هنروح لكره السله، والحقيقه احنا كنا مراهنين على الفريق بشكل معين، والحمد لله رهاننا كان صحيح ورؤيتنا كانت صحيحه. النادي الاهلي فاز على الجزيره بنتيجه 72-64 في ملعب نادي الجزيره في الاستاد القاهره الصاله رقم 3. انا بس عايز اوضح حاجه، ان المباراه دي احنا تسيدناها منذ البدايه للنهايه. طبعا فريق جزيره محترم وتسيد البطوله او تسيد التصفيات او الادوار التاهليه دي فتره طويله، فطبعا كونك تكسبه في ملعبه لا، يبقى انت فرقه كويسه ومحترمه. احنا راهنا على الفرقه دي لسبب، احنا بناخد بالاسباب. الفرقه كان فيها دائما ابدا 5 6 7 لاعبين مصابين من اصل 15 لاعب في القايمه، وما زال في اصابات حتى الان، ولكن اللعيبه الاعمده رجعت. واحنا كنا مراهنين ليه؟ لان اللعيبه ما لعبتش مع بعض، يعني في لعيبه كتير جدا ما لعبوش مع بعض، يعني يمكن عمرو الجندي وهاب امين، انا اسف، عمر طارق وهاب امين ما لعبوش مع بعض ولا مباراه غير يمكن المباراه اللي فاتت او اللي قبلها. هاب امين يخف يتصاب، طارق عمر، عمر طارق يبقى سليم غيره يتصاب، لاول مره الفرقه تلعب مش هنقول كامله، لا
لسه عندنا السلعاوي والجمال، وعندنا احمد حمدي، عندنا اصابات كتير ليه، وحاتم البحيري، عندنا اصابات لسه، ولكن 80% في الفرقه كملت، الشكل اتغير. والنادي الاهلي الحقيقه ادار الملف ده ان شاء الله يا رب التوفيق طبعا للفريق، ادار الملف ده بمبدا علمي، شاف الاسباب ايه، حط ايده على الاسباب وبدا يشوف يعالجها ازاي، الاصابات طب نساعد الاصابات ترجع. والحقيقه الضغط الرهيب اللي حصل كان عشان يحصل تغييرات في وسط الموسم، النادي الاهلي الحقيقه دائما ابدا بيبقى بيشتغل باسلوب علمي وتحليل السبب اسباب الخساره، ولو في حاجه محتاجه تدخل النادي الاهلي بيتدخل. ولكن خليني اقول لكم، المكسب وخساره ده توفيق من عند ربنا سبحانه وتعالى، انت تلعب وتادي وتعمل اللي عليك، والتوفيق بيجي من عند الله سبحانه وتعالى بعد ما بتكون عملت اللي عليك. مش معنى ان الفرقه اكتملت ان احنا خلاص بقى رايحين ناخد البطولات وكل حاجه، لا، النادي الاهلي بيشتغل، وان انت بتعمل اللي عليك وان شاء الله نكسب، ولكن التوفيق وعدم التوفيق هو حاجه بايد المولى عز وجل. ده بالنسبه لفريق كره السله. هنروح لفريق كره السله سيدات. كابتن علي هاشم كان عندهم مباراه مع سبورتنج في اسكندريه، انتهت بفوز سبورتنج 82-74. طبعا يعني 8 بونت، يعني سكور يعني مش كبير، بس النادي الاهلي كان متسيد المباراه فتره طويله. طب المباراه دي تفرق معانا؟ ما تفرقش في حاجه، كانت تحصيل حاصل، لان سبورتنج ضمن المركز الاول والنادي الاهلي ضمن المركز الثاني من 8 فرق. طب تفرق في ايه؟ ما تفرقش في حاجه، اول زي تاني، الثاني هيلاعب السبع، طبعا البنات هيلعبوا الشمس، هيلعبوا بيست اوف 3، هيلعبوا 3 ماتشات، اللي هيكسب ماتشين هيطلع، ماتش في ملعبي وماتش في ملعب النادي الشمس، والماتش الثالث في ملعب النادي الاهلي عشان النادي الاهلي ترتيبه احسن. وعايز اقول لحضراتكم انه الاول والثاني بيبقى ترتيبهم زي يعني او جدولهم مش فارق عن بعض، لان هم ما بيقعوش في سكه بعض في يعني في الادوار الاقصائيه، يعني ما بيطلعش في دور الثمانيه او دور الاربعه، يعني لو هيقابلوا بعض بيقابلوا بعض في الفاينل لو الاثنين وصلوا. ودي الحقيقه اللي حاصله مع فريق كره السله رجال، انه ممكن يقابل الاتحاد السكندري في دور الاربعه، بس برضه مش مشكله، ما هو انت لو عايز تاخد بطوله تلعب في قبل النهائي فرقه جامده، او تلعب في النهائي فرقه جامده، ما انت لازم تاخد بطوله، لازم تكسب الفرقه الجامده، تكسبها في النهائي، تكسبها في قبل النهائي، يعني مالهاش يعني انا شايف ان هي الفريق البطل لازم يكسب كله، فهي مش ازمه، الازمه ان انا ابقى جاهز، الازمه ان انا اشتغل، الازمه ان انا اشوف اخطاء ايه واصلحها. وخليني اقول لكم ان الباسكت سيدات كان المحترفه كايلا سافرت واستبدلت بمحترفه ثانيه، وكان اول مباراه ليها ماتش سبورتنج، محتاجه ماتشات، يمكن ماتش سبورتنج والماتشين اللي جايين او الثلاثه مع الشمس يكونوا كافيين، مع كمان قبل النهائي ان شاء الله يبقوا كافيين بشكل ما ان نخش على النهائي، واللعيبه تكون او اللعيبه تكون تاقلمت مع الفريق. والناس حاطت ارقام كويسه جدا، المباراه اللي فاتت حاطه تقريبا 31 بونت وعامله تقريبا 10 باوند و5 اسيست على ما اتذكر، فالحقيقه هي ماشيه كويس، وان شاء الله نتمنى ان هي تملى المكان بتاع كايلا قبل ما تسافر. هنروح لكره الطائره. هقول خبر وعندي تعليق عليه. كان عندنا ماتش بكره مع سموحه في اسكندريه، الماتش ده اتاجل، كان في الدور الثاني في الدوري واتاجل. طب اتاجل ليه؟ بناء على طلب نادي سموحه بعد وفاه والده لاعب نادي سموحه محمد الحسيني، وايضا شقيق، هو محمد الحسيني شقيق عبد الرحمن الحسيني لاعب النادي الاهلي، والدتهم توفوا طبعا، خالص العزاء للاعبان، وربنا يرحمها ويتغمدها برحمته، ويا رب تبقى اخر الاحزان. وكان اللي قدم بطلب التاجيل هو كان نادي سموحه، اللي طلب التاجيل هو نادي سموحه مش النادي الاهلي، والنادي الاهلي لما اتخذ رايه قد النادي سموحه قد الطلب للجنه المؤقته اللي بتدير اتحاد كره الطائره اللي هو كابتن سامح حمدي او دكتور سامح حمدي، ودكتور سامح حمدي طبعا طبق اللوائح، سال النادي الاهلي انت موافق على التاجيل؟ النادي الاهلي قال اي نعم انا موافق على التاجيل. انا عايز اقف هنا يا جماعه بس في دقيقه كده. النادي الاهلي دائما ابدا بيحب لما يلاعب المنافس يبقى المنافس كامل، والمنافس في وضع يسمح له بالمنافسه او الفير بلاي، وهو ده مبدا النادي الاهلي. النادي الاهلي يمكن عبد الرحمن الحسيني ليه بديل لو اللاعب الحزن او حاله الحزن شديده بتبقى على اللاعب، ممكن يقول له لا خليك واحنا معاك وكل حاجه، ولكن عنده بديل، يعني النادي الاهلي مش هتاثر معاه، يعني طبعا يعني عبد الرحمن لعيب هايل جدا ولعيب مؤثر جدا، ولكن ممكن يكون في بدائل، انت عندك سكواد قوي. في الوضع في سموحه لا، محمد الحسيني لعيب مؤثر جدا جدا جدا، ولو ما لعبش مع سموحه سموحه مش هتادي ادائها. فالنادي الاهلي لو بيفكر بتغيير بتفكير مغاير للواقع كان قال لك ملعب، ما فرصه، انا بلعب الماتش في سموحه، وسموحه فريق محترم، رابع خامس الدوري، يعني ممكن يعمل مفاجاه، وتاني افريقيا اخر افريقيا، يعني سموحه فريق محترم،
يعني ممكن زي ما بتروجيت فاز علينا في مباراه كانت مفاجاه، برضه سموحه ممكن يفوز عليك، دي رياضه يا جماعه. ما يعني ما احنا ما حدش رايح الماتش وبيقول لك انا المباراه في جيبي، تمام يعني. فهي النادي الاهلي قال لك لا انا يعني مش بطوله ان انا اروح اكسب فرقه واهم لعيب عندهم مش موجود او في حاله حزن، فالنادي الاهلي وافق على تاجيل المباراه. انا ليه بقول كده؟ بقول كده لانه مش بطوله ابدا ان انت تلاعب المنافس وهو ناقص، لا وتصر وتحارب ان انا عايز المنافس يبقى ناقص. في الوقت المنافس كان بيقول لك العب، انا جاهز العب دلوقتي. انا مش عايز اتطرق لموضوع تاني، احنا بس بنجهز حاجه معينه كده هنقولها لحضراتكم. بس الـ يعني الـ 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 يعني القصه كلها جايه ايه؟ ان انا مش بطوله ان انا اكسب فرقه وهي ناقصه، مش بطوله ابدا. عايز تكسبني اكسبني وانا كامل فير بلاي، وهسلم عليك واقول لك لو انت كسبتني اقول لك مبروك، ولو كسبتك اقول لك هارد لك. هي دي الرياضه. احنا بس ايه في موضوع هنتطرق اليه بس لما يجي وقته، بس هو كان محتاج اعلق على الموضوع ده ان الحقيقه موقف يحترم من النادي الاهلي، وبنقول خالص العزاء للاعبان، ربنا يا رب يصبرهم ويرحم والدتهم ان شاء الله. هنروح للكره الطائره سيدات، كابتن حمدي الصافي طبعا الفرقه، انا اسف خلينا في الشباب، للشباب الاول اسف يا جماعه، الشباب كره اليد للشباب تحت 17 سنه بقياده الكابتن نادر نبيل. كسبوا طبعا، كانوا بيلعبوا بطوله الجمهوريه، بيلعبوا ماتش في بطوله الجمهوريه، فاز امبارح على نادي الحوار بنتيجه 3-0. الماتش ده كان في صاله الشهداء عندنا في نادي الاهلي. الحقيقه الفريق ماشي كويس، وكان كسب من يومين في نادي في بطوله الجمهوريه ايضا نادي بايونيرز في نفس البطوله. كاميرا الابطال كانت موجوده هناك في الماتش، سجلنا التقرير ده نتفرج عليه وارجع لحضراتكم تاني. الحمد لله النهارده اخر ماتش في الدور التمهيدي لبطوله الجمهوريه، وان شاء الله باذن الله داخلين بعد كده مباشره على الادوار اللي قبل النهائيه. هتتلعب من دور واحد، كانت هتتلعب من دورين بس يعني الاتحاد فضل انها تتلعب من دور واحد عشان اختصرنا للوقت نظرا للظروف اللي احنا فيها اليومين دول. بعد كده هنخش على النهائيات على طول، فان شاء الله باذن الله احنا بنستعدلها. احنا ما بنريحش يعني، شغالين بنديهم يوم واحد في الاسبوع راحه، وشغالين الجيم والتراك والفولي في الملعب هنا، وربنا كريم ان شاء الله ونقدر نحقق البطوله باذن الله السنه دي. هو الحمد لله احنا كنا مستعدين للماتش ده كويس، عشان هناك كنا عاملين معاهم نتيجه 3-2 وساعدنا كويس قبلها، فالحمد لله النهارده كسبنا 3-0. احنا خلصنا الدور الاول مجموعات، لسه المجموعات بقى الجايه لسه هتتعمل، لسه بقى نشوف الاتحاد هيعمل المجموعات وكده. والله هو كان ماتش يعني كنا بنتمرن كتير عليه، قعدنا فتره نتمرن وطول من اول الدور بنتمرن على الدور، عشان خلاص بعد كده هنخش على الادوار النهائيه والدور اللي قبل النهائي بس. والحمد لله الماتش كان سهل يعني وخلص 3-0. الحمد لله كان عندنا تمرين امبارح مساعدين قوي للماتش ده، علشان طلعنا معاهم في المنصوره 3-2، كنا لازم نلعب على ارضنا بصوره مشرفه يعني تليق بالنادي الاهلي. هو احنا الحمد لله يعني استعدلنا لها بقى لنا اسبوع اهو ماشيين، هم كنا لعبناها قبل كده تمام، وخلص الماتش ب 3-2 بس ما كناش موفقين الحمد لله. بس النهارده هو الحمد لله قعدنا نشتغل على الفرقه ونحفظهم وكده، واشتغلنا والحمد لله ربنا وفقنا ب 3-0 وكده. احنا الدور ده خلص ومستنيين ان شاء الله الجدول ينزل الجديد عشان نلعب دور 16 قبل الفاينلز ان شاء الله. الكره الطائره في النادي الاهلي في حته تانية، سواء رجال او سيدات، الحقيقه حته تانية مش بس جوه مصر لا وبره مصر. والحقيقه انا عايز اشيد بحاجه، انه في مجموعه من الاهلاويه اللي متابعين طبعا لكل الالعاب الاخرى في النادي الاهلي وثقوا حدث مهم جدا، وثقوا ان الكره الطائره في النادي الاهلي رجال هم اكثر تتويجا على مستوى العالم، الاكثر تتويجا على مستوى العالم كفريق ب 80 بطولة. جهد مشكور، وزما النادي الاهلي كإدارة وكنادي وكلاعبين دائما ابدا سابقين، برضو جمهور النادي الاهلي سابق، جمهور النادي الاهلي سابق برضو الحمد لله رب العالمين، وبيحاول دائما ابدا يوثق بمجهوداته انجاز اللاعبين، عشان هو بيفخر بالنادي ده ويفخر انتمائه او تشجيعه للنادي ده. ودائما ابدا احنا بنرجع لكلمة الراحل العظيم صالح سليم، ان النادي الاهلي ملك من صنعوه، من صنعوه جمهور النادي الاهلي. جمهور النادي الاهلي الحقيقه متابع العاب الصالات دلوقتي زي كره القدم، ولما الاتحاد الافريقي لكره الطائره ياخد
توثيق جمهور النادي الاهلي او مجموعه الشباب ده عشان يحطه على صفحته، فالحقيقه ده فقر كبير جدا، ان جمهور النادي الاهلي برضه سباق ومتابع فرقه وبيرصد من قديم الازل نتائجهم وبيوثقها وبيكتبها عشان في النهايه يطلعها. الاتحاد الافريقي بقى قرر تاني، خد التوثيق ده وحطه على صفحته الاتحاد الافريقي للكره الطائره، وقال ان تعالوا يعني نحتفل بالنادي الاكثر تتويجا في الكره الطائره رجال، وده شرف كبير جدا، واكيد هناخد الموضوع ده هنحط عليه سبوت بشكل كبير، لان ده الحقيقه الكره الطائره بتكسر ارقام عالميه. عشان كده بقول لكم في حته تانية خالص. هنروح للسيدات، كابتن حمدي الصافي والبنات بيجهزوا بكل قوه، كامل العدد ما عندناش اي غيابات، عندنا مواجهه 6 اكتوبر بكره ان شاء الله الساعه 6 على صاله الشهداء. فرقتنا بتتصدر الدوري برصيد 48 نقطه بالعلامه الكامله، مفيش ولا خساره. وكنا فزنا على الطيران 3-0 في الماتشات اللي فاتت، يمكن كل مبارياتنا 3-0 ما عدا مباراه واحده تقريبا على ما اتذكرت الشمس 3-1. كل التوفيق لكابتن حمدي الصافي والبنات اللي بيأدوا اداء جيد جدا جدا جدا. هنروح لكره الماء. كره الماء برضو عامله شغل جامد جدا، كان من يومين فزنا على الجزيره 12-10، اخر ماتش بقى كان مع سبورتنج في اسكندريه فزنا 12-10، كان ماتش قوي جدا جدا. عندنا فريق وقطاع كره ماء محترم وقوي في ظل المنافسه الشرسه بيننا وبين الجزيره وهليوبلس. وبكده تكون اخبارنا داخل النادي الاهلي خلصت. خلاص بخبر كره الماء كده تكون اخبارنا جوه النادي الاهلي خلصت. هنطلع لفاصل وارجع لحضراتكم عشان نكمل اخبارنا المحليه، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم جديد، نروح لاخبارنا المحليه. اخبارنا المحليه في البدايه هتكون مع السباحه، وطبعا سباحه مصر الذهبيه فريده عثمان تنجح لا تتاهل اولمبياد طوكيو في سباق 100 متر فراشه، بعد ما حققت رقم 57 ثانيه 84 من 100 في الثانيه، وده رقم يكفي لتاهلها لاولمبياد طبعا طوكيو القادمه. الميداليه دي لفريده عثمان هي الميداليه الرابعه بعد ما حققت 3 ميداليات قبل كده في البطولات الكبيره، منهم ذهبيتين في سباق 50 متر فراشه و50 متر حره و100 متر حره. فريده طبعا زي ما حضراتكم عارفين شاركت في بطوله لندن، اولمبياد لندن 2012 وريو دي جانيرو 2016 والثالثه طوكيو 2020. الحقيقه خليني اقول لكم ان فريده عثمان سباقها الاساسي اللي بتحقق فيه بطوله عالم بيكون 50 متر فراشه، ال100 متر فراشه مش السبق بتاعها، بس احنا منتظرين منها ان شاء الله ممكن تعمل اداء كويس في طوكيو. ولو تفتكروا كان معانا المهندس شريف العريان كان ضيفنا في حلقه من الحلقات، وكان قال كنا اتكلمنا عن الكيس او الحاله بتاعت فريده عثمان، وقال ان السباق بتاعها مفيش، السباق بتاعها مش موجود في اولمبياد طوكيو اللي هو 50 متر فراشه اللي هي متميزه فيه، ولكن في 100 متر فراشه بس ده مش السباق بتاعها، ومع ذلك حققت فيه رقم التاهل. بس كونها تحقق ميداليه او لا ده متروك للتوفيق ان شاء الله في البطوله، ولكن ده مش السبق الاساسي بتاعها. كل التوفيق لفريده عثمان واللي بتقدم مستوى متميز جدا، وسباحين مصر كلهم اكيد بيقدموا مستوى جيد. هنروح للخماسي الحديث، بطوله الخماسي الحديث او كاس العالم بالمجر. احمد اشرف لاعب منتخبنا الوطني الاول الخماسي الحديث نجح في تحقيق الميداليه الفضيه في بطوله كاس العالم واللي اتلعبت في مدينه بودابست المجريه في الفتره من 23 ل 28 مارس اللي احنا فيه. احمد كان حقق المركز الثاني بعد ما حقق مجموع نقط 1478 نقطة وفرق قليل جدا عن لاعب منتخب لاتفيا واللي جه في المركز الأول. وجه لاعب منتخبنا أحمد الجندي في المركز الرابع برصيد 1458 نقطة، أما إسلام حامد فجه في المركز السابع برصيد 1451 نقطة. وأحب أفكر حضراتكم إن مصر هتنظم هنا في شهر 6 اللي جاي بطولة العالم للكبار، واللي هتكون آخر محطة للإعداد قبل التأهل لطوكيو. والحقيقة كأس العالم للخماسي الحديث لو شفتوا الترتيب هيقف التاريخ كتير قدام الترتيب ده، ثلاث لاعبين مصريين مركز ثاني ورابع وسابع، ثلاث مصريين داخلين في احسن ثمان لاعبين. الحقيقه انجاز كبير، وحتى برضو ثاني المهندس شريف عريان اللي هو رئيس الاتحاد الخماسي الحديث وطبعا عضو اللجنه الاولمبيه او امين عام اللجنه الاولمبيه كان قال لنا ان شاء الله وعد بميداليه اولمبيه. المؤشرات كده الحمد لله ماشيه في الاتجاه اللي هو بيقوله. كل توفيق طبعا للاعبين مصر في الاولمبياد كلهم. هنروح لبطوله العالم للسلاح، مصر قررت اللي هتتلعب في مصر للناشئين والشباب هتتلعب من 3 ل 11 ابريل، قرر الاتحاد انها تبقى بدون حفل افتتاح طبعا بسبب كورونا، واقول لحضراتكم ليه. اتحاد السلاح برئاسه المهندس عبد المنعم الحسيني اعلن الغاء حفل افتتاح بطوله الشباب
والناشئين بسبب فيروس كورونا، وده كإجراء احترازي، وده تم في عدد كبير من بطولات الناشئين بعد موافقة الاتحاد الدولي. البطولة هتتلعب هنا في مجمع الصراط باستاد القاهرة زي ما قلت لحضراتكم في الفترة من 3 ل 11 ابريل اللي جاي، وهيشارك فيها 1079 لاعب ولاعبة من 78 دولة، وده عدد ضخم جدا وتحدي كبير في التنظيم، بس مصر قدها ودود، وباذن الله هتبقى البطوله دي ناجحه زي ما اللي قبلها نجح ان شاء الله. بطوله العالم لليد وكاس العالم للرمايه، وخلينا اقول لكم انه طبعا الافتتاح اتلغى مش بمزاجنا، ده بيبقى تنسيق مع الاتحاد الدولي للعبه، ولما يبقى عندك 1079 لاعب، يعني انا اتصور ان بطوله العالم لكره اليد ما كانش فيها العدد ده، او حتى لو العدد ده موجود بس يعني دي في لعبه جماعيه، انما لعبه فرديه يبقى عندك من 78 دوله 1079 لاعب، رقم كبير جدا، وحفل افتتاح عشان يضم المجموعه دي كلها هيكون صعب. وبالمناسبه البطوله دي هيكون فيها نفس النظام الطبي لبطوله العالم لكره اليد، والفقاعه الطبيه اللي بيخشها مش مصرح لان هو يخرج او يتعامل مع اي حد خارج هذه الفقاعه، هو بيتخيل ان هي فقاعه هوائيه انت جواها ما بتتعاملش مع اي حد خارجي لغايه ما البطوله تخلص وترجع بسلامه الله لبلدك. طيب، كان النهارده في اجتماع لمجلس اداره النادي الاهلي، اتخذ طبعا قرارات فيه مهمه جدا، خلينا نتابع القرارات من خلال المتحدث الرسمي طبعا باسم النادي الاهلي الاستاذ شريف فؤاد. خلينا نسمع كده ونشوف قال ايه وارجع لحضراتكم تاني. هذه تحية لكم مشاهدينا الكرام عبر شاشة قناة النادي الاهلي وجمهوره في كل مكان. جملة من قرارات مجلس الإدارة في هذه الجلسة التي انعقدت بمقر النادي الاهلي بالجزيره برئاسه الكابتن محمود الخطيب، وهي كانت جلسه ممتده من الاسبوع الماضي زي ما بلغنا حضراتكم. الحقيقه النهارده المجلس قرر يعني الاستمرار في التجديد لكل المديرين ورؤساء القطاعات حتى 31/5 لتكون لك فرصه اكبر في عمليه التقييم. الحقيقه انه تعيين المديرين والتجديد لهم بيتم كل سنه في ديسمبر، وكان القرار السابق هو التجديد لمده 3 أشهر ثم يعاد التقييم قبل التمديد لمدة عام. المجلس اليوم قرر التمديد شهرين نظرا لضيق الوقت ولإعطاء فسحة أو فرصة أكبر لعملية التقييم بالنسبة للمديرين داخل النادي في مقره الرئيسي والفروع المختلفة. الحقيقة أيضا أنه النادي اعتمد كل أو المجلس اعتمد كل المبالغ المالية المقررة لإعادة هيكلة وصيانة والتجهيزات الخاصة بمعسكر النادي الأهلي في مرسى مطروح. هذا المعسكر الحقيقة اللي بيمثل قيمة كبيرة لأعضاء النادي الأهلي خاصة الرواد منهم، ليكون جاهز في استقبال السادة الأعضاء بعد عيد الفطر مباشرة إن شاء الله. كل عام وحضراتكم بخير. وبهذه المناسبة، بمناسبة شهر رمضان اللي على الأبواب، الحقيقة المجلس اعتمد أيضا الحقيقة إقامة حفلات ثلاثة دينية تحييها فرقة المرعشلي للإنشاد الديني في الفروع المختلفة في مقر النادي الأهلي يعني في الجزيرة وفي مدينة نصر وأيضا الشيخ زايد. واعتمد أيضا المجلس كل البدلات والرؤية المالية الخاصة بشهر رمضان بالنسبة لجميع العاملين في النادي سواء مقره الرئيسي أو الفروع المختلفة. في الحقيقة ما يتعلق بالنشاط الرياضي، المجلس وافق النهاردة على ما طرحه الكابتن رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي، وهو تجديد التعاقد مع نجم منتخب مصر في كرة اليد إبراهيم المصري لمدة 4 مواسم قادمة. كمان المجلس وافق على إنشاء أكاديميتين جديدتين خارج القاهرة في بعض الألعاب تنس وألعاب قوة وخلافه في مكانين الحقيقة في قلب صعيد مصر في سوهاج افتتاح أكاديمية، وأيضا افتتاح أكاديمية في نادي بنك مصر الموجود في التجمع الخامس. هذه الأكاديميات مش في كرة القدم، هي في لعبات مختلفة من اللي النادي الأهلي متميز فيها الحقيقة في إطار تمدد النادي ومساعدته الحقيقة لكل المؤسسات وتواجده في كل بقعة من بقاع أرض مصر وقريبا خارج مصر إن شاء الله. أخيرا في مجال النشاط الرياضي، مجلس إدارة النادي الأهلي اعتذر عن الاشتراك للفريق الأول لكرة الطائرة رجال وأيضا سيدات، اعتذر عن المشاركة في بطولة أبطال إفريقيا المقرر إقامتها في تونس الشهر القادم وخلال شهر رمضان بسبب جائحة كورونا والموجة الثالثة الحقيقة اللي بتضرب العالم الآن، حرصا على اللاعبين وسلامتهم. حضراتكم عارفين النادي حامل اللقب في البطولتين، لكن مجلس الإدارة الحقيقة لم يعني يرغب في أن يراهن
بصحة وسلامة اللاعبين والأجهزة الفنية، علشان كده قرر الاعتذار عن المشاركة في هذه البطولة. دي كانت مجموعة من القرارات، وليست كل القرارات اللي أقرها مجلس إدارة النادي الأهلي في اجتماعه المطول اليوم اللي عقد بالجزيرة برئاسة الكابتن محمود الخطيب. بشكر حضراتكم على حسن المتابعة، ودائما النادي الأهلي في المقدمة، وعاشت مصر في عزة ومنعة. اهلا بحضراتكم. دي كان كلمه طبعا المتحدث الرسمي باسم مجلس اداره النادي الاهلي الاستاذ شريف فؤاد، والحقيقه اللي بنقول له الف سلامه طبعا على شفائه من فيروس كورونا هو والاسره الكريمه. وخليني اقول لحضراتكم ان في قرارات مجلس الاداره طبعا في امور تخص النشاط الرياضي، او احنا كبرنامج الابطال يمكن اسعدهم لينا، هو تجديد عقد ابراهيم المصري نجم النادي الاهلي، والحقيقه طبعا صخر الدفاع منتخب مصر والنادي الاهلي لمده 4 سنوات. الحقيقه ده خبر اسعدنا كلنا. وانشاء اكاديميتين خارج النادي الاهلي في الالعاب الاخرى، وده يجي من منطلق دور النادي الاهلي المجتمعي. واحده هتكون في الصعيد، في قلب صعيد مصر الحقيقه في سوهاج، والاخرى هتبقى في التجمع الخامس في نادي طبعا بنك مصر. والخبر طبعا اللي قاله طبعا الاستاذ شريف فؤاد هو اعتذار النادي الاهلي عن المشاركه كره الطائره رجال سيدات بطولة افريقيا اللي جايه في شهر مايو اللي هتكون في تونس في شهر ابريل، انا اسف، عشان تبقى حفاظا على سلامه اللاعبين. وده قرار محترم طبعا، عشان زي ما قلنا الرياضه الاساس، انه الاساس الاساس هو زي ما قلت لحضراتكم سلامه اللاعبين والاجهزه الفنيه، وده اللي وضحه طبعا الاستاذ شريف فؤاد المتحدث الرسمي باسم مجلس اداره النادي الاهلي. طيب بس قبل ما اطلع لفاصل طبعا عشان نستقبل ضيفنا كابتن محي صلاح، في موضوع انا عايز اتكلم فيه الحقيقه مهم جدا ليه علاقه بكره اليد. من يومين اللجنه المؤقته لاداره شؤون كره اليد في مصر اتخذت قرار ان هي هتاخد فتوى من مركز التسويه والتحكيم الرياضي المصري التابع للجنه الاولمبيه المصريه في الموسم اللي فات. طبعا اجلته خلاص، واجلت الجولتين الفاضلين، وبعتت لمركز التسويه والتحكيم الرياضي تطلب فتوى قانونيه في هذا الامر. طب الفتوى ما بين ايه؟ ما بين امرين: الغاء الموسم اللي فات، البطوله خالص ما تتلعبش، واعتبار بطل الدوري هو النادي الزمالك وبطل الكاس هو النادي الاهلي اعتباريا. تمام، ده الاحتمال الاول او يعني الاوبشن الاول. الاحتمال الثاني انه يتتلعب الموسم اللي فات بالقوائم الجديده. طيب احنا خلينا راي في الموضوع ده، وقلناه حتى قبل قرار اللجنه المؤقته، قلناه بتاريخ 21 فبراير، يعني من تقريبا من اكتر من شهر. خلينا نفتكر مع بعض كده قلنا ايه، وارجع لحضراتكم تاني. هي دي البطولة؟ أنت كده نجحت تاخد بطولة تتسجل لك وأنت بتكسب فرقة أو هتلاعب فرقة؟ مش هتكسب، هنقاتل وهنفوز إن شاء الله. ولكن هل من البطولة إن أنت تاخد بطولة من المنافس، أو تقول إن أنا عايز آخد أو ألاعب المنافس ناقص 12 لاعب؟ ده محمد رشوان في بطولة في الأولمبياد المنافس 84، المنافس بتاعه قدامه بيلعب بس جاله إصابة أثناء الماتش، وهو في الرانك احسن منه، ولو مشت المباراه بالعدل هكسبك، هيكسبنا، هيكسب محمد رشوان رفض انه يكسب بالطريقه دي. فين يعني زي ما بيقولوا الفير بلاي؟ فين يعني انا كراجل مسؤول لازم اتحقق ان في فير بلاي؟ طب ما احنا ما عندناش مشكله، طب ما الفرقه لعبت كامله وخسرت واحنا بنأذر فرقتنا، وبنقول لهم احنا وراكم ورجاله وانتوا عملتوا اللي عليكم بالتوفيق في اللي جاي. ما قلناش حاجه، ما اعترضناش، وما قلناش الحكم عمل والحكم سوى وده عمل، قلنا ان احنا خسرنا وفرقتنا رجاله وهتلعب. احنا ما عندناش مشكله نخسر على فكره، ولا عندنا مشكله بطوله تروح منا، ما فيش مشاكل، كل ده هنقاتل على البطولات وده نادي البطولات. ولكن احنا بنتكلم على ان الحق هو اللي يحصل. الحق انت احتمالين وهنفضل نقولهم، يا البطوله تتلغي خلاص انتهى الموضوع، يا تلعبني بالقائمه الجديده. ولو انا بقول حاجه غلط يا جماعه بدون تجاوز وبدون تجريح في حد، قولوا لنا انتوا غلط وعندكم صفحاتنا والسوشيال ميديا، ويا ريت بعد اذن حضراتكم يعني الناس تراجع قرارها بمسؤولين في اتحاد كره اليد، واحنا ثقه ان شاء الله ان الحق هو اللي هينتصر في النهايه طبعا، والصح هو اللي هينتصر في النهايه. ده كان راينا في برنامج الابطال من 21 فبراير اللي فات، وزي ما قلت لحضراتكم الصح دائما ابدا مطالب النادي الاهلي بتبقى بتمشي في سكه العدل والمصلحة العامة. وبفكركم تاني النادي الأهلي كان هو نادي الوحيد في الجمعية العمومية اللي طلب استئناف الموسم حينها وقتها في شهر 7 اللي فات 2020، لما اتعمل اجتماع للجمعية العمومية وبياخدوا رأي الأندية نكمل ولا ما نكملش، في حين إن الدولة المصرية خدت قرار باستئناف النشاط كله ومن ضمنه النشاط الرياضي. فالنادي الأهلي قال لك أنا استأنف في الوقت النادي الأهلي كان تاني الدوري،
كان تاني الدوري موقفه صعب، قال لك استأنف، والموقف ما اتغيرش من اتحاد للتاني للتالت، لا كان موقف ثابت في كل الجامعات العموميه لكل الالعاب حتى كره القدم والالعاب الاخرى. النادي الاهلي عايز يستأنف مع سياسه الدوله استئناف النشاط وقال اكمل، في حين ان النادي اللي عايز يلعب دلوقتي وعايز الماتشين يتلعبوا كان ساعتها بيقول لك ما العبش. لما حصل التغيير والصفقات الجديده وضم 12 لعيب ما بين خمسه مشوا وسبعه انضموا، بقى عندك 12 لعيب مش هيلعبوا، فجل يعني المنافس قال لك لا انا عايز العب، واحنا ما عندناش مشكله بس يبقى في فير بلاي، احنا ما بنتهربش من اللعب خالص، ولكن احنا عايزين يبقى الموضوع فير بلاي. وبكره افكركم النادي الاهلي هيلتزم بقرار مركز التسويه والتحكيم الرياضي. مركز التسويه والتحكيم الرياضي هو مركز تحكيم، يعني بيبقى فيه ثلاث محكمين موجودين وهيتاخد قرار تبعا للقوانين واللوائح اقربهم صح، في حين ان انا بس عندي كومنت صغير على الفوز اعتباريا، يعني الفوز الاعتباري ده عندنا عليه كومنت بيمشي في بعض الدول وبعض الدول تانية، ولكن النادي الاهلي هيبقى ملتزم بالقرار اللي ياخده مركز التسويه والتحكيم الرياضي، ولكن في النهايه ما خرجناش بره الاحتمالين اللي احنا قلنا لهم قلناهم من 21 فبراير، يا البطوله القديمه تتلغي يا العب بالقوائم الجديده الموسم القديم، لان استحاله تلعب مباريات قديمه بنفس القايمه، مستحيل، ده استحاله ده يحصل، يعني هو اتحاد اليد او اللجنه المؤقته ما حطتش ده بند من البنود لانه مستحيل، هجيب اللعيبه منين؟ يعني هلم اجيب اللعيبه التوانسه اللي رجعت المحترفين تونس، ولا اجيب اللعيبه اللي راحت انديه ثانيه ولعبت معاهم، ولا اجيب اللعيبه اللي راحت انديه منافسه؟ طب يعني هلعب ازاي؟ استحاله. فهو حط الاحتمالين قدام مركز التسويه والتحكيم الرياضي، واحنا هنلتزم بقرار مركز التسويه والتحكيم الرياضي اللي هو هيقول الفتوى القانونيه ايه، يا ده يا ده، وفي الاخر احنا ما بنتهربش نلعب، عايزين نلعب، ولكن انت عايز تاخد بطوله خدها دائما ابدا بالفير بلاي. خلينا نطلع لفاصل عشان نستقبل كابتن محيي صلاح مدرب حراس المرمى في كره اليد بالنادي الاهلي، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، في البدايه طبعا برحب بضيفي الكابتن صلاح محيي، كابتن محيي صلاح انا اسف، مدرب حراس المرمى بنادي الاهلي وايضا صانع نجوم او النجوم كره اليد في حراسه المرمى. اهلا بك يا كابتن. اهلا بك كابتن هيثم، منورنا ومشرف قناه النادي الاهلي. انا اللي متشرف بيك واول مره اطلع مع واحد رياضي. لا كابتن شرف، ده انتوا الابطال وانتوا النجوم. الله يخليك كابتن. احنا عملنا تقرير كده خلي الناس برضو تعرف انجازاتك في المجال، ونشوف التقرير ونرجع لبعض. اعزائي المشاهدين نشوف التقرير عشان نعرف طبعا كابتن محيي اكتر، ولكن بعد التقرير فضل. محيي صلاح صانع حراس عرين كرة اليد بالنادي الأهلي. نجح محيي صلاح مدرب حراس مرمى الفريق الأول لرجال كرة اليد بالنادي الأهلي في قيادة ثلاثي حراسة المرمى ليكونوا على أهبة الاستعداد لقادم المباريات والبطولات، بل أنهم أضحوا جميعا حراسا دوليين تستعين بهم المنتخبات الوطنية في كافة البطولات والأحداث الدولية. واستطاع صلاح تطوير مستوى ثلاثي محمد عصام الطيار، عبد الرحمن طه، عبد الرحمن حميد، والأخير خرج على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر من النادي الأهلي ليلعب باسم نادي فيسلا بلوك البولندي، وهي خطوة رائعة للاعب الناشئ والذي يبلغ 21 عاما، حيث سيكتسب الكثير من الخبرات، حيث بدأ في توفير الأجهزة الجديدة المساعدة لتطوير حراس المرمى وإكسابهم المرونة وسرعة رد الفعل اللازمة للتصدي للكرة القوية والخادعة. كما نجح محيي صلاح في توفير مناخ جيد ومنافسة قوية بين الثنائي الطيار وطه للدفاع عن عرين النادي الأهلي، ليصبح النادي الأهلي ثاني أقوى دفاع في البطولة بعدما تلقت شباكه 248 هدفا في 10 مباريات. ويعول الجهاز الفني للفريق الأول لرجال اليد آمالا كبيرة على تجهيز محيي صلاح لحراسه الدوليين في المباراة الحاسمة والقوية المقبلة، والتي سيتحدد على إثرها بطل دوري المحترفين للموسم الحالي 2020-2021، حيث لم يتبقى للمارد الأحمر سوى 4 مواجهات فقط أمام كل من الزهور، الأولمبي، سبورتينج والزمالك. اهلا بحضراتكم من جديد كابتن محيي. تمرين انا يعني شغل وحاجات وابلكيشنز يعني اسلوب علمي في تدريب يا كابتن. انا والله بشكرك وبشكر المؤدين على التقرير الجميل ده، والله حاجه جميله يعني.
وبالنسبه للابلكيشن ده، ده ابلكيشن اصلا بتاع باسكت بتاع ام بي اي، هو نازل اصلا بتاع باسكت ملوش علاقه بالهاندبول ولا ليه علاقه بالحراسه. يعني التطبيق اللي احنا شفناه في التقرير اللي هو الرياكشن بتاع اللعيب ويعلم الرياكشن ده، ده اصلا برنامج نازل على التليفون يعني وكده، ده بتاع باسكت وام بي اي والتمرينات كلها بتاع باسكت. انت قيفته على الجوان؟ انا ظبطته بقى على الحراسه والهاندبول والرياكشن. بس هو يعني مثلا في هنا بيجي اللي انت على الضوء الاخضر ويطفي، في بقى بيبقى مثلا كيسين مثلا كاتب ووتر وبساب حرف فاضي. ايه ده؟ والحرفين بيطلعوا فانت تتعلم، فانت تتعلم عليه. ده شغل منتل مش رياكشن، ده منتل ورياكشن. بالظبط كده، بالظبط كده يعني. وديك عصام فيها مميز قوي، عصام طيب. عصام طيب مميز فيها جدا يعني، لان انت عايز ايه، انت بيديك الكلمه وفي حرف ناقص وبعد كده يديك حرفين وانت المفروض تعلم على الحرف اللي ناقص الصح. فالتكنولوجيا طبعا مهمه جدا في التدريب، اتطورت بطريقه مش طبيعيه. طب انت عملت ايه في البدايه؟ يعني يعني انت اول ما توليت المسؤوليه انت بقالك اولا كام سنه عشان سالم شديد؟ ده تاني موسم. تاني موسم. يعني من اول ما بدات تتولى المسؤوليه بدات تخطط ازاي؟ ايه الاسلوب العلمي اللي انت قلت هعمله؟ اول حاجه كنت بتفرج عليهم، اتفرج على عصام لوحده وحميد وطه. اول حاجه كان اهم حاجه عندي اللي انا اظبط لهم التكنيك، يعني يعمل التكنيك واحده واحده، يعني يعمل التكنيك صح. يعني مثلا سيب مثلا على سبيل المثال عصام طيار، عصام عنده مرونه زياده، يعني عصام ما عندوش مشكله اللي هو يرفع رجله توصل للعارضه بسهوله جدا، بس ايده ساعات بتنزل، فكانوا بيعملوا كروس على بعض، يعني الايد والرجل يبقوا عاملين كروس. بالظبط كده، بيعملوا كروس كده، في جاب تقدر الكره تخش منه، او بيبقوا هما الاثنين قافلين حته واحده، احنا عايزين نقفل اكبر مساحه في المرمى، فعليت له ايده شويه فبقى ايده ورجله بتقفلوا على بعض، فالمساحه اوصادي فيها كور كتير في كاس العالم. يعني انا شايف حتى في التمرين الطيار ماسك بار حديد، بحس ان انا ثابت له دايما ايده تبقى عاليه زاويه معينه فوق، ورجله اللي تروح لها، رجله سريعه، لان انت مش هتقدر تتحكم في مرونه رجله خلاص. بالظبط، لا هو خلاص هو رجله سريعه، رجله سريعه ومرنه، فبتطلع زياده. فعليت له ايه، ايده شويه فبيقفلوا على بعض مع بعض، وده كان على بعض، وكان ليه دور كبير في كوره الكره. كتير قوي كور بالتكنيك ده، صد كور كتير جدا من بين واحد واثنين وانفرادات من بالتكنيك ده. برافو. واهم حاجه بقى دايما في حراسه المرمى الشخصيه. لا فهمنا يا كابتن، واحده واحده، خلي بالك. بص، حارس المرمى لازم يكون عنده قوه شخصيه. يعني بص احنا كده اهو، ده اهو، ده يا كابتن معلش انا اقف على له اهو، انت كده بتعلمه رافع له ايده عشان رجله تروح على الكوره مع اللي هو ايه، في وزن خفيف يعني، البار ده خلي بالك ايه خفيف، لان ايه بحيث اللي هو ايه تبقى متثبته، ايده متثبته في نفس كده ورجله تتحرك. الله، ده المفروض كان تسخين. بعد كده هتلاقي بقى ايه اللي هو ماسك دامبلز، وخلي بالك ده بيعملها في الترامبولين، يعني بيبقى في امبالانس. بالظبط، يعني هو بيسد الكوره وهو جسمه واقف امبالانس، مش على رجل في الملعب بلا ما يبقى على الارض ثابته، بيبقى الموضوع سهل. يا عيني عليك يا كابتن، بيبقى الموضوع سهل. وده مثلا ده رد فعلك؟ لا بص بقى، دي بندخل فيها البجلي اللي قبليها. اللي قبليها بتدخل فيها ايه بقى؟ بتدخل فيها انا بقول له اللون، اللون يعني هو هما كانوا هي دي يا كابتن. وده الابلكيشن، معلش احنا بسرعه بينهم، لو ده الابلكيشن بينور اخضر يحط ايده عليه. ده رياكشن، بعد كده بتدي له كلمه. في برضه اللي هو يقوم واخد الكلمه وفيها حرف ناقص وهو يقول يعلم برضه بايده كده، يخبط على الحرف الناقص، يعني بتشغله المنتال. بص بص هنا، بص ايده لا بالراحه يا جماعه، واحده واحده. ايوه قفلوا مع بعض مش على بعض. الله ينور عليك، لان هو بيرفع رجله بسهوله، فلو ايده بقى ما فيهاش التقل ده ونزلت هتلاقيهم قفلوا، يعني عملوا كروس وقفلوا منطقه واحده. بالظبط كده، ما قفلوش زاويه وتحت فاضيين. بالظبط كده، بالظبط كده، مش هكون وصلت اللي انت عايزه. طب انت قلت، انت اول ما جيت قلت لي اتفرجت عليهم، لازم التكنيك، سجلت ملاحظات. دي اهم حاجه، انت لازم تشخص، انت مش هتقعد تمرن، انت هتمرن يعني. انا مثلا ايه، طه غير حميد غير عصام، فانت بتمرن بتشخص الاول الحاله ايه وهشتغل ازاي عشان تشتغل ازاي، يعني بالظبط كده. طب ثلاث حراس يعني نقول كواليس شويه كده، انت اشتغلت، بلاش نقول يعني اسرار، بس هنقول ايه، انا عارف طبعا دي اسرار شغل وبتاع، بس انت نمت لهم ايه كل واحد؟ بص هو اهم حاجه اللي انا اللي كانت تفرق معايا هم حاجتين، التكنيك والشخصيه. لازم يكون عنده شخصيه، لازم يكون عنده شخصيه وشخصيه قويه وما يتاثرش. ليه بقى؟ لان حارس المرمى في كره اليد هم بيقولوا 50%، انا بقول اللي هو اكتر من 50%، هو 60 70%. اوكي، عندك حارس المرمى
مفيش حد بيصلح له خطأه، أنت بتصلح أخطاء الدفاع، محدش بيلم وراك، مفيش. والحاجة الثالثة كانت المهمة برضو اللي أنا كنت عايز أنميها فيهم، إن التوقيت، توقيت صد الكورة. يعني بمعنى إيه؟ مثلا في مثلا ماتش مثلا إحنا فرق واحد لين وكورة معانا، تمام، اتقطعت فاست بريك، لازم الفاست بريك ده يتصد. مفيش حاجة اسمها أصل كرة من على الستة، لا 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 لا، توقيت صد. ليه بقى؟ لأن الكرة دي هتبقى تعادل وانفراد عليك، وانفراد عليك لازم تتصد. تعادل وانفراد عليك تتصد، يعني التوقيتات الشخصية دي والتوقيت دي اللي بقى عندك الإصرار. وما ينفعش حارس المرمى، يعني مثلا ساعات الفرق بيحصل لها هزة، هزة في الدفاع، هزة في الهجوم، ما ينفعش حارس المرمى يروح مع الهزة دي، لازم نفصله، لان لو راح الماتش راح. صح، الحاجات دي بتفرق. اداره الماتش، زي مثلا في ماتشات مثلا محتاجه عصام، في ماتشات محتاجه طه، في ماتشات محتاجه حميد، ازاي تلعب بكل واحد بالماتش اللي يناسبه، والجهاز الفني بيرجع لك. اه طبعا، لا في تنسيق كامل بيني وبين كابتن طارق. طبعا تنسيق كامل، بيدي اختصاصات كامله. لا كابتن طارق طبعا بيدي مساحه للجهاز اللي شغال معاه، وفي تنسيق بيني وبينه كامل في كل حاجه، لان المركز ده ما فيهوش لعب فيه، انت ما ينفعش تلعب في المركز ده. صح، لان هو ده زي ما يقول ايه، صمام امان. يعني انت ممكن مثلا يكون فرقتك المستوى الفني بتاعها 50% وحراسه المرمى بتاعتك 70-80-90% تكسب. العكس تخسر، لو فرقتك 90% او 80% المستوى الفني بتاعها، المستوى الحراس لو اقل لا تخسر. طب قول لي انت عندك الثلاث حراس بسم الله ما شاء الله بيجيلهم عروض. يعني الثلاثه مطلوبين بره. عملت ايه في الموضوع ده؟ يعني برضو خلي بالك، ايه يعني الموضوع ده حساس شويه، ان هو طبعا بيبقى اللاعب عايز يطلع بتاع مش عارف ايه، بس انت عندك ثلاثه كويسين قوي اصله بصراحه ما شاء الله. خلي بالك موضوع اول مره تيجي في تاريخ النادي الاهلي وفي تاريخ مصر، الثلاثة يطلعوا ورا بعض صغيرين في مكان واحد وفي نادي واحد. خلي بالك الموضوع مش سهل. انا قلت في الانترو ما جاش صدفه. ما جاش صدفه. خلي بالك ما جاش صدفه، يعني انت صدفه يطلع لك حارس مرمى قوي. وانا مش عايز ارجع بالتاريخ، كان عندنا لعيبه ثانيه ومشت من النادي وكانوا برده كويسين، فمش صدفه. طيب والتعامل معاهم نفسيا برده، خلي بالك انت بتتعامل مع ثلاثة ازاي؟ ما هو ده الموضوع على فكره مش سهل. عشان كده بقول لك الموضوع مش سهل، لان كل واحد كاركتر غير الثاني. ومثلا سي مثلا عصام الطيار مهندس، مهندس كهرباء. يعني على فكره انا مهندس كهرباء برضه. هو والله مهندس كهرباء برضه؟ لا عصام مهندس كهرباء، انت بتتعامل مع مهندس، يعني انت بتتعامل، هو اخر سنه ليه في كليه هندسه، فانت بتتعامل مع مهندس. طه في تربيه رياضيه، هتلاقيه متعب بيفكر كتير عصام الطيار. بيفكر ويحلل كتير. صح، دي حقيقه، بس انا كنت كده. انت عارف النقطه دي من اول لما اتعاملت مع الطيار شخصيا وانا بكلمه فيها، عارف ليه؟ الغيري مخك شويه، ريح مخك. لا 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 لا، اقول لك انا، لان خلي بالك الموضوع ده، يعني انت بص فتحت معايا موضوع مهم جدا 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 مع عصام بالذات. ليه بقى؟ موضوع التحليل والتفكير وكده بيسحب من تركيزه. برافو عليك. صح، يعني انت مثلا عصام بالذات مثلا ايه، هتلاقيه مركز مع الفرقه الثانيه والمدافعين بتوعه والهجوم والدكة والجمهور والماتش. عصام لو سمحت انت كده هتسحب من تركيزك، فلا انت لو ما تسحب منه بقى الحاجات دي ويركز بس، لا يعلى، حتى النسبة بتاعته بتعلى. اشتغلت على الموضوع ده ولا جيت؟ الموضوع مهم جدا. المشكلة بقى ايه؟ الموضوع ده لازم تشتغل عليه، بعد كده بيروح المنتخب، بعد كده ترجع لازم تشتغل عليه تاني، لازم تشتغل عليه على طول. لا ده عايز اعرف كمان الحارسين المرمى كان ايه المشكله، بس خلصت بتاع فاصل معلش. اعزائي المشاهدين هيطلع لفاصل سريع ونرجع نتكلم الحقيقه عن حراسه المرمى كره اليد، كلام يعني مهم جدا، وكلام هيفسر لنا ليه احنا عندنا كره اليد بالشكل ده او حراسه المرمى في كره اليد بالشكل ده، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد ومكملين حوارنا الشيق والممتع مع كابتن محي صلاح مدرب حراس المرمى بالنادي الاهلي لكره اليد. كابتن كنا بنتكلم قبل الفاصل عن عصام الطيار والهندسه واللي بتاخد من تركيزه كتير. طب الحارسين التانيين؟ عبد الرحمن طه، انا كنت بمره ابتديت تدريب في النادي الاهلي، كنت ماسك فريق مواليد 97-98. تمام، كنا في اهلي مدينه نصر، فمسكت الفرقه دي. الفرقه دي كانت النتائج يعني شويه، المهم ايه، فمسكتها. كان عندهم كام سنه الولاد؟
98 كان عندهم 9 سنين. 9 سنين اه. و97 كان عندهم 10 سنين. ممتاز. المهم فمسكت الفرقه دي كنت انا مدرب الفريق. فكان ساعتها في اللائحه بتاعت النشاط الرياضي كان من حقك تجيب 2 لعيبه اعضاء رياضيين. اعضاء رياضيين. المهم فايه ما كانش فيه شغل في الفرقه دي. فربنا وفقني وجبت لاعب اشول وجبت حارس مرمى لان انا عارف حارس المرمى ده هو الفرقه. برافو عليك. فالاثنين دول اللي جبتهم في سنه 2007 كان كاستيلو. كاستيلو. وعبد الرحمن طه. انت اللي جبت عبد الرحمن طه النادي الاهلي. كان جاي قادم منين؟ كان تقريبا مركز شباب التوفيقيه. انت شفت في حاجه فجبته. وكاستيلو كان مترسان. انا شايفه موهوب من صغره من 2007 خلي بالك. شوف احنا دلوقتي 2021 والاثنين تالت عالم والاثنين عناصر اساسيه. اه الاثنين خلي بالك كاستيلو هو هداف الفرقه لغايه دلوقتي. لا ده انا هروح للارقام بقى اتقل عليا بقى اتقل عليا ده انت معاك كلام من ذهب. بس الاول احنا يعني ده حميد. ده طه. لا انا عايزين نروح لحميد. عبد الرحمن طه. ده عبد الرحمن طه. حميد بص بقى حميد خد هو حميد اصلا كان طالع مع كابتن طارق في منتخب الشباب خد ثالث عالم بس كان اللي بيلعب عبد الرحمن طه. تمام. كان بيلعب اكتر كبير اكبر هو اللي كان بيلعب لما نزل بقى المنتخب 2000 ورجع بقى خد احسن حارس مرمى في العالم. اوكي مشكله بقى حميد هو عنده 20 سنه اوكي فالميديا حواليه عاملاه له يعني موضوع اتنجم بالظبط. لا هو يستحق يعني تقريبا الامم المتحده مش عارف كان في حاجه فطالبينه هو عشان اللقب بتاعه وفي القرعه راح عمل القرعه ما شاء الله. اللي عبد الرحمن حميد لو الموضوع ده ما اتظبطش ممكن ياثر عليه في اللعب. ممكن ياثر عليه فده كنت بشتغل عليه. حميد انت صغير في السن وبتاع وكده بس الاعلام الدوشه اللي حواليك دي كلها لازم تكون ولازم تسيطر عليه كمان تسيطر عليها وبحساب فده عبد الرحمن حميد لانه عبد الرحمن حميد برضه صغير ده عنده 20 سنه تقريبا ما شاء الله وبقى نجم كبير فنجم فالموضوع الموضوع برضه محتاج ايه يعني افهم تسقيف. من كلامك ان علم الاضواء حاجه كويسه بس ممكن تحرق اللي يقرب منها طبعا فلازم يبقى بحساب ويطلع امتى ويعمل امتى ودلوقتي ما تطلعش امتى تطلع بعد كده لا ما هو خلي بالك الرياضه صناعه طب انت مصاحبهم يا كابتن طبعا لازم ابقى قريب منهم عشان ابقى عارف خلي بالك عصام بيتعامل بطريقه وحميد بيتعامل بطريقه وطه بيتعامل بطريقه حتى فنيا كل واحد غير التاني يعني دايما بقول لهم ايه انا مش عايزكم زي بعض كل واحد ليه وقفته وكل واحد ليه التكنيك بتاعه وانا غير التاني وانا استخدمكم في المباريات اللي انا شايف ان هي شكلها ايه بالظبط كده والثلاثه متفاهمين يا كابتن لا الثلاثه بصراحه يعني مع بعض متفاهمين وكمان برده عصام يعني هو الكبير فالموضوع لامم الدنيا وهم عارفين اللي هو كبير عصام اكبر واحد بعد كده عبد الرحمن طه بعد كده حميد فالدنيا يعني الحمد لله حضرتك خدت بطوله علامه عسكريه يا كابتن اول علامه عسكريه سنه 98 معلومتي صح يعني لا صحيح وحضرتك كمان عضو كمان او مسؤول اللجنه التثقيفيه للمدربين الاتحاد العربي في الاتحاد العربي لكره اليد المعلومات دي صح صحيح لا صحيح طيب. خلينا نروح للارقام اللي حضرتك جايبها بص بالنسبه لحراسه المرمى وكمان الهدافين بص احنا بالنسبه للدوري الدوري كان فيه مرحله اولى ومرحله ثانيه المرحله الاولى لعبنا 8 مباريات تمام عصام الطيار نسبته في الثمان مباريات اللي هم بتوع المرحله الاولى دول 42% 0.9 دي نسبه عاليه جدا حميد نسبته 35.4% تمام طه 33.3 الثمان مباريات دول هم لعبوا قد بعض يا كابتن عشان بس تبقى الاحصائيه عشان بس نرد على قصه حميد لان قال لك حميد ما بيلعبش وبتاع كده تمام عملنا اجتماع انا وكابتن طارق مع الثلاث حراس قبل ما يحصل الماتشات لان دي كانت الماتشات دي اللي بتاهل 8 فوق و8 تحت تمام فاتفقنا وهم كانوا قاعدين ان احنا هنعمل نظام الدور كلهم هيلعبوا يعني الثلاثه لعبوا زي بعض نفس الوقت نفس الوقت هايل الطيار اتشاط عليه 126 كوره صد 54 كوره ده المرحله الاولى حميد صد عليه 65 كوره صد 23 طه اتشاط عليه 93 كوره صد 31 كوره هايل اجمالي 284 شوطه صدوا 108 كوره يعني انتوا بتحاسبوا على الصد ده طبعا تحاول عليك محاوله وصديت كم ليش خلي بالك دي ثقافه اتحطت فيهم بقى يجي يقول لي مثلا بين الشوطين انا صديت كم كوره لان انا بكتب ربيت فيهم الثقافه دي لا على طول خلاص دلوقتي
انا صديت كم كوره ماليش دعوه بقى صعبه سهله بطولات ماليش زي ما احنا اتفقنا على التوقيتات. الله ينور عليك. وانا قعدت مع كابتن طارق كنا مع الجهاز قلت له يا كابتن طارق اي حاجه مستوى قليل الحراسه المرمى انا اللي مسؤول مسؤوليه شخصيه ليهم هم ما لهمش علاقه انا اللي متحمل المسؤوليه يعني لو هم مستواهم وحش حاسبني انا ما تحسبهمش هم. عيني عليك. انا قال لي حتى كابتن طارق قال لي دي شجاعه ادبيه منك. لا كابتن طارق عسل. لا راجل راجل جامد تمام. فدي المرحله دي ارقام ثانيه بقى يا كابتن. دي المرحله الاولى. دخلنا على المرحله الثانيه. المرحله الثانيه دوري اللي هو الثمانيه فوق تمام. الثمانيه فوق اللي هم ايه على منافسه اعلى ليفلات اعلى على منافسه الدوري. المرحله الثانيه ليها حاجتين دور اول ودور ثاني تمام. الدور الاول لعبنا سبع ماتشات السبع ماتشات في 60 دقيقه بكام؟ ب 420 دقيقه تمام. خلي بالك حماية سافر. حماية سافر المرحله الاولى حماية سافر تمام. عصام الطيار لعب من ال 420 دقيقه لعب 240 دقيقه ده تقريبا نص صح؟ تمام. وعبد الرحمن طه لعب 180 دقيقه تقريبا النص 25 دقيقه وديت تمام يبقى 180 220 في بقى ال 60 دقيقه زياده عصام لعبهم عن عبد الرحمن طه ماتش الجيش. عصام كان عامل بيك في ماتش الجيش صد تقريبا 4 15 16 كان لازم يقعد فكمل الماتش لغايه الاخر. ده الفرق بينه وبين عبد الرحمن حميد. طه الطيار لعب 60 دقيقه زياده ماتش واحد تقريبا ماتش واحد تمام روتيشن تمام في الماتشات كلها نسبته كام بقى؟ نسبته 93.2 3 وكام؟ سوري 39.2 برضه دي نسبه عاليه تمام. عبد الرحمن طه ده خلي بالك الدور اللي هو السبعه الكبار بقى والثمانيه الكبار سبع ماتشات اللي هو الدور الاولاني طه نسبته 31.4 نسبه عاليه بالنسبه للوقت اللي لعبه عبد الرحمن طه. النسبه العالميه عشان الناس بقى تبقى فاهمه النسبه العالميه متوسطها كام؟ احنا بنتكلم ارقام التوب من 28 من 28 29 لغايه 42 43 يعني انت محقق الرقم العالمي الستاندرد العالمي هم المفروض هم عارفين ان هم ما ينزلوش عن 30% باي حال من الاحوال وفعلا هم ما ينزلوش عن 30% وفي البدايه يمكن الطيار في الراوند الاولاني عدى 42 عدى وصل للاعلى يعني اوريدي بيجيبوا الارقام دي فهو انا بقول لك يعني مثلا سي مثلا بالدقايق انا عاملها لك وانا لغه الارقام لا تجزم بالظبط كده الارقام يعني اقول لك بقى اصل احسن اجوان لا احنا خلينا نتكلم بالارقام. فهم الطيار زي قلت لك لعب 240 دقيقه طه لعب 180 دقيقه الطيار السبع ماتشات بتاع الدور الاولاني 39.2 وطه 31.4 لو جمعتهم دول هيطلعوا كام؟ هيطلعوا 70% اوكي اجمالي بقى اللي شوت 148 تصويبه ده السبع ماتشات صد 58 ده عصام الطيار عبد الرحمن طه 102 تصويبه صد 32 هايل هايل ارقام يعني لا بصراحه ارقام عاليه جدا. طب خلينا انا عايز اعرف ارقام الهدافين بقى ما احنا نشوف الناحيه الثانيه بس خلينا نطلع لفاصل اعزائي المشاهدين هنطلع لفاصل سريع ونرجع نكمل كلامنا عن كره اليد وحراس المرمى كره اليد ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد مكملين حوارنا مع كابتن محيي صلاح نجم صناعه حراسه المرمى في النادي الاهلي. كابتن كنا بنتكلم قبل الفاصل عن الارقام والارقام لا تكذب ابدا كمل لي بقى الارقام. بالنسبه للنادي الاهلي لعب 10 مباريات فاز بتسعه اوكي جاب 338 هدف 338 هدف هو ازيد من المنافس ب 24 هدف يعني احنا خط هجومنا احسن او هجومنا احسن ال علينا 248 هدف. طب المنافس عينك على المنافس برضه هو اقل من المنافس ب 18 هدف يعني المنافس 266 عليه احنا علينا 248 لا تعالى لي بقى كابتن احنا كده الحمد لله فرقتنا بالسكواد اللي فيها اقوى خط هجوم اقوى هجوم مش هنقول خط هجوم لان هو كله بيهاجم كله بيدافع اقوى هجوم اللي هو المنظم والفاست بريك واقوى دفاع بحراسه المرمى كمان بحراسه المرمى بالظبط يعني الحمد لله احنا بالارقام ينقصنا بس توفيق ربنا ان شاء الله باذن الله كلامي صح صحيح طيب قول واحد ايه الارقام الثانيه بقى اللي معاك بالنسبه للهدافين بص في اي فرقه تلاقي الهداف بتاعها غالبا بيبقى الباك تمام الباك ليفت او الباك رايت غالبا يعني زي مثلا في الكوره بيبقى الفيرود فاحنا عندنا الهداف بتاع الفرقه هو اول هدافين اللي هم الوينجين الوينج ليفت والوينج رايت اوكي اللي هم عمر كاستيلو عمر خالد
اللي هو كاستيلو جايب 68 هدف من 91 تصويبه. يعني هو شاط 91 كوره جاب 68. نسبه عاليه قوي 75%. ده ما بيحصلش. طب ومين تاني يا كابتن؟ احمد سيسه اللي هو ما لعبش، كان في المنتخب ما لعبش ولا مباراه في كاس العالم. لما انا عندي علامات استفهام خلي بالك على عدم لعب ده. وينج ليفت، وينج ليفت اوكي. جايب 54 هدف من 60 تصويبه. ده كده عدى الكام يا كابتن؟ عدى الحاجه و80 يعني تقريبا. عدى الحاجه و80%. بس خليني اقول لك كابتن يعني، طب تفسر بين الونجات بتوعنا الهدافين. هو دايما كابتن طارق بيقول لك، دايما عنده الكلام كده بيقول لك ايه، ان احنا عندنا في الونجات 90% يا كابتن بيبلغوا 90% احسن ونجين هنا واحسن ونجين هنا في مصر. واحمد سيسه ما كانش بيلعب في منتخب مصر. لا ما انا عشان عندي علامه استفهام. سيسه كان موجود ما كانش بيلعب. انا عندي علامه استفهام كده. وعندي برضه اسلام حسن عدم لعبه. اسلام حسن رقم 3 في الهدافين. في الهدافين ما كانش بيلعب. 49 هدف من 77 تصويب. بعد كده يجي بقى الباكين بتوعنا، محسن رمضان 44 هدف من 75 تصويبه، عبد الرحمن فيصل 42 هدف من 79 تصويبه، وبعد كده يجي نعمان اللي هو بلاي ميكر الثاني 41 هدف من 56 تصويبه. نعمان بالنسبه لي مفاجاه. بصراحه انا ما كنتش متوقع ابدا من نعمان هذا الاداء. بس انا كنا عملنا معاه حلقه في البدايه في اول الموسم، والحقيقه هو قال لي انا مركز وجاي عشان انا عايز اقول للناس انا استحق ارتداء فانيلة النادي الاهلي. وهو خلي بالك هو قال كده، بس هو في على ارض الواقع هو بكده. يعني مثلا سي مثلا التمرين مثلا بيبقى ميعاده الساعه كذا، هو اول لاعب موجود قبل الميعاد ب 10 دقائق وربع ساعه، سواء في الجيم او في الصاله. يعني هو فعلا خليني بقى اروح لقضيه شائكه يا كابتن معاك. ما هو ما ينفعش بقى ما يبقى معايا تمام كمان. يعني حضرتك راجل يعني عسكري وراجل يعني ما شاء الله عليك، ربنا يديك الصحه يعني. الله يخليك. قرار اللجنه المؤقته، احنا هنا ياما طالما لدينا ان استحاله ان انت تلعب القائمه القديمه الموسم اللي فات، لان ده ما فيهوش فير بلاي في الوقت اللي احنا طالبنا باستئناف الموسم حينها. جت اللجنه المؤقته طبعا خدت قرار بعرض الموضوع على مركز تسويه التحكيم الرياضي، وعرضوا قرارين او اوبشنين او احتمالين، يا لعب الموسم بالقائمه الجديده، يا اما اعتباريا يلغي الموسم واعتباريا يفوز الزمالك بالدوري والاهلي بالكاس. رايك ايه في الحدوته دي؟ بص حضرتك، انت لو عرضت الموضوع على مجلس الامن في الامم المتحده هيقول لك مفيش، مستحيل تلعب بالقائمه القديمه. قلنا كده كابتن، قلنا كده مفيش فرق. الموضوع على فكره بسيط جدا، مش محتاج الكلام ده كله. احنا دلوقتي القائمه دي كانت سنه 2019، احنا في سنه 2021، بعد سنتين هتلعب بالقائمه القديمه؟ فبصراحه خلي بالك اللجنه اللي موجوده دلوقتي برئاسه الدكتور محمد الامين. محمد الامين دكتور محمد امين راجل دكتور اكاديمي وفي مجلس التعليم العالي، اللي هو لما اي حد يعمل دكتوراه لازم هو اللي يوافق عليه. يعني عقليه مرتبه. الدكتور محمد امين بالورقه والقلم. يعني دكتور محمد امين بالورقه والقلم. وفي اثنين دخلوا في المجلس ده، اثنين فنيين على اعلى مستوى، كابتن عاصم السعداني وكابتن ايمن صلاح. وايمن صلاح تمام. فناس فنيين يعني. خلي بالك كره اليد في مصر عندها اجيال كتير جدا. طب ليه الحدوته؟ ايه القصه؟ ما احنا بنتكلم باللوجيك. ايه الحدوته وتشبث بشكل غير طبيعي ان انا العبك وانت ناقص؟ يعني يا كابتن هل دي بطوله يا كابتن؟ يعني معلش انا لو بقول كلام غلط، هل بطوله ان انا اكسبك انت المنافس وانت مش كامل؟ طب اقول لك حاجه بس، المنافس عايز يلعب بالقائمه القديمه، انت عندك اهم اتنين متصابين في القائمه القديمه اللي هو هتلر ووسام نوار. فليه بقى البروباجندا اللي معموله عشان انت عايز تلعب بالقائمه القديمه؟ يعني حتى وعندك اتنين مصابين في القائمه القديمه. يا سبحان الله. فهو الموضوع بسيط جدا. وخلي بالك اللجنه اللي موجوده دلوقتي او المجلس اللي موجود دلوقتي، التوصيتين اللي هو موضوع بسيط جدا، هو بيروح ايه؟ بيشوف قانونا ايه اللي ينفع، وهل يفتى ومركز تسويه وتحكيم اللي موجود لجنه التسويه دي ومركز التحكيم بيروح والله قانونا نعمل ايه؟ انا وصيت بيها حاجتين، يا يعني نلعب بالقائمه الجديده يا نلغي. وفي حاله الالغاء خلي بالك، في حاله الالغاء الزمالك اللي هو الموسم اللي قبله هيبقى هو بطل الدوري. بس خلي بالك انا عندي اعتراض على دي شويه، ان في بعض الدول وفي بعض الاتحادات ما فيش حاجه اسمها اعتباري. يعني اعتباري دي انا بديك حاجه ريكورد، يعني انا برضو يعني انا مش قانوني، انا ما بقولش حاجه يا جماعه، انا بقولش راي الشخص، انا بين قوسين رايي الشخصي ان موضوع الاعتباري ده فيه بعض الامور، ولكن ماشي احنا نلتزم. هو بيديها ايه؟ الحمل اللقب الموسم اللي قبله. ما عنديش مشكله تمام. طب انا هقول لك حاجه، انت عارف ان الموضوع ده
لما لو مثلا الاهلي بقى بطل الكاس للموسم اللي هو اللي فات اللي هو اللي فات ده الاعتباريه والزمالك بطل الدوري ده هيعمل مشكله للفريق للزمالك عارف ايه؟ ايه؟ هيقعد سنتين ما يعرفش يخش بطوله ابطال الكؤوس لان نهائي الكاس كان بين الاهلي وجيش فهم فرقتين بس اللي بيروحوا فيقعد سنتين اللي هي الموسم ده واللي بعده بالظبط هيروح للدوري بس يلعب بطوله الدوري انت عارف عندنا في الهاندبول بطل الكؤوس بيلعب بطل الدوري ماتش سوبر يروح يلعب بطوله عالم الانديه اللي في السعوديه انت كده مش هتشارك في ابطال افريقيا للكؤوس مش هتشارك لا ده انا سمعت بقى يعني هم قال ايه يعني من هناك يعني من النادي المنافس يعني. بيقول لك لا طب ما تدونا احنا الكاس والاهلي ياخد دوري الكلام ده مش هنلاقي بس هي بالظبط كده يعني الفكره ان هو يعني خلاص الموضوع الان في ايد مركز التسويه والتحكيم الرياضي وهو بالاحتمالين اللي كانوا من الاول بالظبط وخليني اقول لك كابتن انتوا كان موقف النادي الاهلي واضح ان احنا وقتها شهر 7 اللي فات نلعب برغم ان احنا ايه نادي الاهلي الوحيد اللي قال نلعب نادي الاهلي الوحيد اللي قال نلعب وكنا ساعتها كام كنا الثاني بالظبط ولازم نكسب عشان نلعب ماتش فاصل تمام وهم كل جماهير العموميه ومع احترام لكل الناس قال لك نلغي بعد كده نلعب هو ايه في ايه لا والعب بالقائمه القديمه بعد كده العب القائمه القديمه والعب القائمه الجديده انت مش متخيل حضرتك كميه الفاكسات والجوابات اللي جت بعد الزوبعه بتاعت ايقاف رئيس الاتحاد وبتاع جالنا كميه فاكس احنا يوم 1/4 ده يعني معلش يوم 1/4 يوم 2/4 تمام يوم 1/4 يوم 2/4 تمام ممتاز. يوم 1/4 كنا هنلاعب الزمالك في الدوري الجديد صح ويوم 2/4 تمام هنلاعب الزهور ده في الدوري الجديد السنه دي لما حصل بقى وايقاف رئيس الاتحاد والقصه دي لا حطوا لنا بقى ايه 1/4 هنلاعب الزمالك في الدوري القديم يوم 2/4 هنلاعب ال لا يوم 1/4 لا ماشي تاني 1/4 اتلغى الماتش بتاع الزمالك في الدوري الجديد وعملوا القديم عملوا حطوا لنا ايه بقى حطوا لنا الجيش في الدوري القديم تمام و2/4 الزمالك في الدوري الجديد ايه ده يعني احنا يوم 1/4 و2/4 ده في الفتره اللي هي بتاعه التغيير والكلام ده كله والايقاف وكده اتبعت كميه وايه بقى الصلاه تحدد فيما بعد تحس ان القرار بيتاخد بسرعه صح ولا غلطان انا كابتن هاني لاين قال لي انا من كتر الجداول اتبعتت لي ما بقتش عارف هنلعب امتى وهنلعب يعني فيه. افهم من كلامك ان الجداول اتبعتت في عجله بالظبط كده اللي هو انا يعني اذا هو بلح اخد قرارات بالظبط كده لان عارف ان في قرار هيصدر ضدي فبلح اخد قرارات معينه عشان احط الدنيا قدام الامر الواقع بالظبط كده والكاس ما هو الكاس كنا احنا هنلعب المعادي والزمالك هيلعب الجيش اوكي قال لك تحدث فيما بعد ايه الصربعه دي يعني ليه الصربعه دي طب وخلي بالك كابتن كان عندنا علامه استفهام ما اعرفش وصل لكم جهاز برضو ان بعد مباراه الزمالك في الدور الاول واللي احنا الزمالك فاز فوجئنا تاني يوم بتحديد مباراتين بتوع الماتش السنه اللي فاتت طب ليه ما تحددوش قبل مباراه الزمالك ولا هي كان النتيجه بنستنى نشوف الدنيا رايحه فين الاول كانت مستنيه الدنيا رايحه فين فحاجات حصلت بسرعه طب انتوا بتعزلوا اللعيبه ازاي عن الكلام ده بتعملوا كجهاز يعني انت كمدرب حراس مرمى عندك حارسين مرمى دلوقتي طبعا حميد ربنا يوفقه بره بتعمل ازاي عشان تعزل اللعيبه عن الكلام هو انت اصل انت بص خلي بالك برده انت مهما عزلت اللعيبه ما في سوشيال ميديا شغال هي النقطه بس اللي هي ايه اللي انت تفهم اللعيبه اللي هو ملوش علاقه بالقصه دي احنا هنقول لك الماتش امتى يعني مره التمرين يعني هو في الاخر اللعيب يعني بنعزله عن السوشيال ميديا وكمان كابتن طارق بيقول لك ابعدوا شويه عن السوشيال ميديا عشان ما يبقاش ليها ولا تاثير سلبي ولا تأثير إيجابي أنا مش عايز مش عايزين أي تأثير من السوشيال ميديا فبنبعد اللعيبة خالص عن الموضوع ده خلاص احنا هنلعب كذا خلاص طيب بس هستأذنك يا كابتن احنا معانا لعيبك المحترف في بولندا عبد الرحمن حميد عبر الهاتف ازيك يا عبد الرحمن؟ أخبارك إيه؟ تمام الحمد لله الدنيا برد عندك ولا الدنيا لطيفة؟ برد جدا طبعا أنت رايح في أسقع حتة يا عبد الرحمن والله نصيب كابتن محي بيسلم عليك سلمي عليه جدا حميد ازيك عامل ايه؟ قول له اخبار فيتامين تمام الحمد لله اخبار ايه؟ فيتامين دي عملت طب هو بيقول لك اخبار فيتامين ده لايه؟ موجود مفيش شمس هنا بقى احنا بنهنيك طبعا يا عبد الرحمن على مستواك الرائع اللي انت عامله الحقيقه مع فريقك الجديد وبنتمنى لك كل التوفيق
وكلمني عن يعني رحلتك هناك، اخبارك ايه، ماتشاتك، السوشيال ميديا بتتكلم عنك ازاي، وكالات الاعلام عندك بتتكلم ازاي يا عبد الرحمن؟ طبعا بشكر حضرتك الاول كابتن هيثم يعني، وبرحب بكابتن محي. لا وطبعا الموضوع في الاول كان صعب عليا جدا لاسباب كتير بقى، مثلا الجو زي ما حضرتك قلت وناس جديده ولغه جديده وكده. بس فاول فتره انا كده النهارده بقى لي شهر واسبوع، فاول فتره دي كانت صعبه عليا تقريبا اول 3 اسابيع بالذات يعني. بس واحده واحده الدنيا الحمد لله بتتظبط يعني. طب قولي اول ما جالك العرض وبتاع وعرضته على كابتن محي بقى، قولي الكواليس قال لك ايه؟ بتضحك وكابتن محي بيضحك. لا هو كابتن محي وكابتن طارق وكابتن ياسر رملي يعني ما حدش فيهم وقف، بمعنى يعني ان ما حدش فيهم وقف في طريقك في موضوع الاحتراف، وهم كانوا على طول دايما بيقولوا لي ان هم يعني دايما عايزين نحترف بس بيبقوا مستنيين الوقت المناسب والفرقه المناسبه. بس طبعا رحبوا بالفكره جدا يعني، و يعني كان الكلام كله في اتجاه الايجابي وان هم هيحاولوا يودوني فتره حلوه وست شهور بس وارجع النادي يعني. نادي الاهلي وحشك عبد الرحمن؟ اه والله يعني وحشك دخله النادي والقعده في صاله الامير عبد الله الفيصل، وحشتك الدنيا دي؟ اه والله وحشتني. طب وعامل ايه هناك برضو في موضوع الاكل؟ خلي بالك احنا كمصريين بنتعب، اوروبا بنتعب جامد قوي في الاكل. اه والله ده انا ده دي اصعب حاجه. واللغه تمام؟ يعني طبعا. واللغه تمام هناك؟ لا دي ثاني اصعب حاجه. ربنا معاك عبد الرحمن حميد طبعا من بولندا، بشكرك وبتمنى لك كل التوفيق طبعا، نجم حراسه النادي الاهلي المحترف في بولندا، بشكرك وبتمنى لك كل التوفيق. تاري برضو احساس حلو يا كابتن يبقى اللعيب بتاعك بره وبتابع اخباره. بص انا يعني بس هو ما حكاش القصه دي، هو كان على طول انا على تواصل على طول معايا يعني، فبيقول لي يا كابتن انا عندي اعراض كده مش عارف ايه بيوجعني ايه مش عارف ايه بتاع، وهناك اصلا ما فيش شمس. فقلت له يا حميد انت عملت تحليل فيتامين دي؟ قال لي لا. قلت له ازاي يعني؟ انت رايح اوروبا المفروض ده من مفيش شمس؟ لا المفروض اول كشف طبي بيتعمل يعمل فيتامين دي. فيا ابني بقى لنا مثلا بتاع 10 ايام في القصه دي، اسال اسال اسال، المهم ايه فاتكلم. قال له فلما سال الناس المسؤوله هناك قال لهم قالوا انت ازاي ما عملتش فيتامين دي؟ فاتت عليهم، فاتت على اللي عمله له. قال له ده هيتحاسب، ده ألف بيه عندنا. طبعا عشان تعرف بس اللي احنا مصريين بنفهم برضو مش اوروبا بس. لا طبعا طبعا يا كابتن، لان الفيتامين دي خلي بالك مهم جدا لانه ممكن بيكون سبب من اسباب الاصابه. طب عمل التحليل؟ اه المفروض اللي هم هيعملوه. لا الموضوع ده مهم جدا هناك، مفيش هزار. يعني هو خلي خاصة بالك خاصه ان احنا دوله فيها شمس وعلى طول الشمس بتعرض للجلد، فالفيتامين ده الجسم بينتجه، لان هم لا هم انما هناك ما عندهمش شمس، كل 6 اشهر بيشيكوا عليه على اللعيبه على الفيتامين دي. طبعا اصل الفيتامين دي ده لما ينقص تبقى في مشكله، ممكن اي خبطه اي حاجه يجي لك اصابه. صح. فده موضوع مهم يعني دي. وهو زي ما تقول ايه هم حسوا اللي هو مسك عليهم حاجه يعني، انتوا ازاي ما تعملوش فيتامين مش دي؟ هو بقى انت يا كابتن انت اللي مسكت عليهم حاجه. طب اقول لك يا كابتن يعني خلينا نتكلم عن مستقبل مصر، انت كان عندك رؤيه في كره اليد في التخصصيه انه لازم يبقى رايحين على كل تايتل او كل يبقى جوب ديسكريبشن لكل واحد ليه وظيفته، شايف ده ازاي؟ بص يا كابتن، اللي اتطور في الرياضه في العالم كله اللياقه البدنيه. هي. اتطورت بطريقه مش طبيعيه، وانا كنت دايما بعد كل اولمبياد لازم اخد دراسه في الموضوع ده. بعد ريو كان في 2016، خدت دراسه في يناير 2017. فين؟ كانت في تبع اسبانيا في جامعه كاتالونيا. كاتالونيا برشلونه، اكليم كاتالونيا ده اكليم كبير هناك. وهم خلي بالك هم معتزين جدا بنفسهم وكده، فهم عاملين طفره في الرياضه. بصراحه فخدت شويه حاجات ابديت، لان انت الدول كلها في الاولمبياد كل دوله بتخبي الحاجات بتاعتها. بتفاجئك في الاولمبياد، بتفاجئك في الاولمبياد بالظبط اكنها اسرار حربيه طبعا. فبيطلع بعد كده النتائج ويحللوا هم عملوا كانوا ماشيين صح ولا غلط اللي بالظبط. فانت بتروح تاخد الدوره بعديها، بعديها بعد ما كل النتائج ظهرت بالظبط. فمثلا زي مثلا اللياقه في سنه 2017 اللي هي السنه دي، لما تيجي تشوف اخر اولمبياد بعد امريكا على طول انجلترا ولا الصين ولا روسيا. فاحسن جامعه في علوم الرياضه كانت في انجلترا،
لسنه 2017 2018. حصل طفره في علوم الرياضه واللياقه، انت مش متخيل حصل طفره ازاي. زائد مثلا في علم النفس، انا عارف ان انت بتاع باسكت تمام، انا حضرت دراسه في علم النفس، فمن ضمن الامثله كوبي براين بتاع الباسكت. الله يرحمه بقى. الله يرحمه، اللي وقع في الطياره وتوفى تمام. فقال لك كان عنده مشكله في الليدرشيب جوه الملعب، جابوا له ثلاث اخصائيين نفسيين عشان يعلوا له الليدرشيب جوه الملعب. يا عيني عليك، ده انا حضرتها في دراسه. وادوني المثال ده، نادالو فيدرر، واحد لازم تعليه تنس، واحد لازم تعليه وواحد لازم تهبطه شويه عشان يحصل توازن وهو بيلعب. فمثلا سي مثلا انا شايف ان علم النفس الرياضي مش واخد حقه في مصر. لازم يكون، لان انت في الاول في الاخر انت بتتعامل مع بشر. صح. محمد احمد راس المرمى بتوعك ده غير ده غير ده. ويعني مثلا تلاقي مثلا اللعيب عندنا مش زي بره، بره اللعيب يعني محترف ومتفرغ للرياضه، هنا هتلاقي اللعيب ايه؟ عنده كليته. واحد متجوز. شغله. عنده اولاده. بيوصل المدرسه الصبح. صح. ففي عوامل ثانيه لازم علم النفس الرياضي ياخد في مصر اهميه اكتر من كده. اللياقه. يعني مثلا زي مثلا في الباسكت. انت عندكم مثلا في الباسكت مدرب كان بيلعب باسكت وبقى متخصص في اللياقه البدنيه؟ مش موجود. صدق. مفيش ده. انت بتجيب واحد في جيم او بتاع رياضه ملوش علاقه بالباسكت او بتاع العاب قوه. بره التخصص ده مهم، يعني مثلا اللياقه بتاعت الباسكت غير اللياقه بتاعت الهاندبول، بس في ممكن حاجات متشابهه غير اللياقه بتاعت الطايره. انا مثلا يعني مثلا دايما ايه؟ لعيب مثلا هيبطل، طب ما انت تخصص لياقه بدنيه. تخيل انت لما واحد يكون متخصص لياقه بدنيه وكان بتاع هاندبول. مفيش الفكر ده. مفيش، انت بتجيب واحد مش بتاع اللعبه، مش فاهم اللعبه، يعني مثلا مدرب منتخب فرنسا لكره اليد اللي هو بتاع اللياقه. راجل متخصص بتاع هاندبول اصلا. حضرت له دراسات ازاي بقى ازاي اصلا يعمل بريفنشن بروتكشن للانكل وللركبه والكتف عشان ما تصابش. يعني اصلا الاصابه بتاعه الانكل ما بتجيش، انت بتعمل تمرينات عليها من يومين لثلاثه في الاسبوع الاصابه ما بتجيش اصلا. بريفنت في اكشن بحيث ان ما يجيلكش اي اصابات في المواد دي، او تمنايز يعني تقلل احتماليه حدوث الاصابات دي. بالظبط. يبقى انت عملت ايه؟ الوقايه خير من العلاج. بالظبط كده، بدل بقى بعد كده تخش في عمليات ومصاريف و و و. فده موضوع مهم جدا، موضوع مهم جدا اللي هو العلاج الطبيعي، اللياقه البدنيه. انت حاسس ان عندنا لاج شويه في القصه دي؟ مفيش، لا عايزين يعني عايز الواحد ايه؟ عايزين وعي، ومثلا عن طريقك في المنبر بتاعك ده الوعي اللي هو اللعيبه تتخصص والناس تتخصص في الاتجاهات دي، لان التخصص ده دلوقتي بقى مهم جدا. زي مثلا المحلل. ده الاساس، ده الاساس. انا شايف ان اللياقه البدنيه هي الاساس دلوقتي. اللياقه ما هو اللي اتطور اللياقه البدنيه، يعني هو اللي اتطور في الرياضه اللياقه البدنيه. يعني تلاقي الفنيات ثابته. بالظبط، الفنيات ثابته. اصل يعني معلش يعني سي مثلا مهاره في الباسكت، الباسكت بتلاقي مثلا بمهاره معينه اتغيرت. لا ما اتغيرتش، انما ازاي اشوط هي دي اللي اتغيرت. بالظبط. ازاي اشوط، ازاي جسمي يبقى يؤدي الحركه وده البالانس. موضوع البالانس بقى مهم جدا. يعني انا مثلا من ضمن الدراسه اللي انا حضرتها في برشلونه دي، فالراجل بيقول لك كان في يوجا وفي ايروبكس. فانا قعدت خلي بالك الايروبكس اللي هو التمرينات الايروبكس. انت عايز تعرف. وبعد كده اليوجا دخلت في حراسه المرمى، فابتديت اسمع عن اليوجا واسمع عن الايروبكس، والاثنين دخلوا في تمرينات حراسه المرمى. وهي مثلا ايه بره في اوروبا يقوموا عاملين معسكر اللي مثلا حراس المرمى مثلا زي مثلا الشباب والناشئين ولاد وبنات ثلاث ايام في الاسبوع او ثلاث ايام في الشهر. صحيح. تمام صحيح. التمرين الصبح ايروبكس بميوزك بكل حاجه. يا كابتن بقول لك يا كابتن ده الموضوع بعد ده بعد الظهر ده الموضوع ده فنيات. يعني الموضوع ده محتاج المهم يعني في عالم نيوزيلندي جمع اليوجا والايروبكس وعمل برنامج اسمه بادي بالانس. البادي بالانس برضه بمزيكا ببرنامج معين 35 دقيقه 45 دقيقه 55 دقيقه بناء على المرحله اللي انت بتمرن فيها مرتين في الاسبوع. لا يا كابتن انت ضيفي حلقه ثانيه ان شاء الله. ان شاء الله. معلش هو الوقت طبعا. انا اتشرفت يعني يا كابتن والله حضرتك نورتني وشرفتني. معلش الوقت عدى بسرعه وانا مستمتع جدا وقعدنا معاك وقت طويل. كابتن محي صلاح نجم صناعه حراسه المرمى في النادي الاهلي لكره اليد بشكرك نورتني وشرفتني. اشكرك كابتن هيثم. شكرا الله يخليك. شكرا. اعزائي المشاهدين اطمنا على كره اليد، حراسه المرمى في امان. إن شاء الله تابعونا في حلقة جديدة مع الأبطال.